Ladies and gentlemen, please welcome the Rashid Show. شكراً. السلام عليكم. أكي دايرين؟ أكي دير نعماس؟ تبارك الله على مول الكرافاطة. اليوم بغيت نهضر لكم على واحد القانون تناقش في البرلمان مؤخرا ديال تفكروا في تقنين زراعة الحشيش، يعني أن الحشيش غيولي يتزرع بمقنن. دابا كان كيتزرع بالتخبية، دابا غيولي يتزرع بالعلالي. نسمعوا أشنو تقال على هذا القانون. ما نطالب به أن الزراعة تكون مقننة لأجل أغراض استعمال الطبي والصناعي، وما كنهضروش هنا على الاستعمال الترفيهي، اللهم الا فرض النقاش. استعمال طبي. دابا تلقى واحد جالس كيتكيف تجي عنده يقول لك خويا راه مخرجوا لي الطبيب. مخرج لي نطرا في الصباح نطرا في العشيه نطرا في الليل. دابا غتولي تمشي عند الطبيب تقول لي راني في الضيقه في بلاصه الفونطولين يخرج لك السبسي. قال لك كاين استعمال طبي وكاين استعمال ترفيهي. دخلت عليك باللاج. انا كنعرف كاين استعمال طبي واستعمال محرم ولا محظور. كنرفه على راسي. فراسكم شي مناطق في الشمال ولات الارض مبوقه ولا كنعرف انا واحد الفلاح قال صافي انا ما بقاش نزرع كاع الكيف، حيد الكيف دار مطيشه طلع لي اللفت. انا اللي عجبني واحد جا عندي ديك النهار قال لي خويا رشيد دوزام. قال لي دبر على اخوك بشي طريف. قلت لي ما كان الله يعفو ما كان. قال لي وليتو كتصدروا الحشيش لبرا. انت شوف وبصح واحد السيد بغى يهرب الحشيش ودير فيه اللوغو ديال دوزام. هات بغى يصيفطني. هات وفي مصر ماشي بحالنا، في مصر قال لك عندهم ازمه حشيش. اول مره في تاريخ مصر يكون في ازمه حشيش وشاح في السوق ومحدش لاقيه وبسال عايز افهم ايه السبب، مش قادر الاقي سبب، وبسال كل الناس اللي اعرفهم اللي ليهم في الصنف يقول لي لا مش موجود خالص مش لاقيينه لاول مره. لا ليه يحوجك؟ ولكن عجبني كثر واحد الاشهار هنايا. دابا ما بقاش القضية ديال زيت الخروع ولا زيت ارقال كاد قال الشعر، دابا ولا زيت الحشيش. اكتشفي سر الشعر الطويل، الزيت الاقوى لتطويل وتكثيف الشعر، زيت الحشيش الطبيعي افضل زيت لتطويل وتكثيف الشعر ومعالجه كافه مشاكل الشعر. زيت الحشيش ماكله ودواء. ولكن انا اللي سالوا معايا دابا الدوله كتحاول انها تحارب هاد المهربين ديال الحشيش وهاد الناس اللي كيستعملوه لاغراض خايبه، ورغم ذلك ديما حاصلين ديما كيديروا شي طرق ما كايناش بحال هذا اللي مهرب الحشيش في الصباط شي، وبحال هذا اللي مهرب الحشيش في الليمون كتقشر الليمونه كتلقى فيها الحشيش. هذا الليمون ملقم بالحشيش. اليوم معنا واحد ضيف فنان فكاهي مغربي غادي نخليكم تكتشفوه في الفقره ديال حاجتك. حاجتكم بجيتكم. الضيف اللي معنا اليوم هو كوميدي وممثل مغربي من مواليد 1964، دار المسيره الفنيه ديالو في فرقه مسرح الحي، ومن بعد هو يقول مع راسو لا 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 انا ما عنديش مع الجوقه. هذاك الشيء علاش كمل بوحدو باداء سكيتشات في السهرات والعروض في التلفزيون. وفي واحد النهار شفناه مع الحكام في برنامج المواهب كوميديا. عنده بزاف ديال الاعمال بحال خالي عماره، شاوش، الهاربان. صراحه السيفي ديالو عامر. الفنان اللي معنا اليوم هو محمد
واش عرفتوا شكون معنا اليوم؟ محمد الخياري. كي داير الجمهور؟ غزال. كي جاك الجمهور؟ زوين. تبارك الله عليك. بغيت نسولك. تبوقيصة بعد الحطة عجبتيني. لاصقة. زوين انت نشوف انت زوين بلاش انت ازون. زين الله ايامنا. الله يحفظك. كل شيء بخير؟ الحمد لله. وصلتي على خير؟ الحمد لله. تبارك الله عليك. سي الخياري بغينا نتعرفوا عليك أكثر. الخياري منين؟ أي منطقة في المغرب؟ خياري أولا مغربي، ثانيا كان حاضر من منطقتين، الأب حداوي، أيه؟ مرد حدو حداوي، والوالدية ديالي الوالدية ديالي الوالدة زراوية من سطات. ها هما. أيه. بارك الله عليك. هنا راه يلاه تلاقاو باقي ما كاينش هنا. قصة حب بدات هنا. قصة حب داخل القمح. يا سلام. هذاك ولاد حدو دوار ولاد طالب. يلا شبهتي لا ليه لا ليه شبهت لا كنشبه شويه زرع شبهتي القمح الزرع انا خدام على الزرع تبارك الله غنشوف واحد الصوره ديالك عاوتاني نفكروك فيها باقي نونو كاع خياري اللي لاحظنا في هذه الصويره هذه العينين باقيين هما خنزيره هي لو ميم روغا والله الا تبارك الله عليك هذيك التصويره سيدي انا عاقل والله الا بصح رشيد هذيك التصويره عندي 68 يوم تبارك الله اه كنتي كتقمط في الصور ما محاش كانوا ليكوش لا ولا تقمط ماشي هو ليكوش لا بحالي انا نفس المهمه واش كتقمط تقمط هي دور عليك الثوب كامل لا كنت قمط قمان طوال كنت قمت كون قمتني الزمان كون راني قدك هذاك خويا فؤاد وهذاك الوالد ديالك الوالد الحاج حداوي مدرب السياقه با كان مونيتور الله يرحمه زوينه مستي هذيك التصويره كنحك فيها اه الصيبانه لا يلا تغديت تصاور هذو تبارك الله عليك هذه يا سيدي عندي 24 عام في عمري 24 عام 24 عام في عمري تبارك الله وفين مشى الميسطيش؟ حيدوه لي في الدخله هنا في الدوزيام قال لك حيدوه لي صفر صونا في ديك الماكينه وحيدوه لي تبارك الله هاد الجاكيت هذيك المعلم واحد الوقت كانت دابا تبلدتي الخيار شويه الحمد لله الحمد لله قول لي واش باقي كتحرط في ولاد البوزيري في اقليم سطات باقين؟ بصح باقيين هذه المنطقه اللي من حاضر منها انت لا اه البلاد ديال الوالده ولاد البوزيري ولاد بوزيري فين البلاصه بالضبط بينها وبين سطات واحد 34 كيلومتر في سوق الدنين باقي ذاك الحبس ديال علي مومن عين علي مومن قريب لينا عمرك تشديتي فيه لا داك بالنسبه لنا كندوزو في كونجي هذاك مني كي مني كيسخون عندنا راسنا كنمشيو نتشدوا بوحدنا مزيان دابا حنا هما الاوفياء لذاك السجن مزيان كندخلوا وقت ما بغينا نخرجوا وقت ما بغينا سمعنا انك كنتي ديواني واحد الوقت لا ماشي ديواني هادشي اللي قالوه لا انا مني كنت باش الله باش نكمل القرايه يعني مستوى بكالوريا دخلت لواحد المدرسه كانت حلات في 1986 في الدار البيضاء ديال لي ديكلارون دوان معشر جمركي انا معشر كتعشروا الله عشر خطوات ما عشرتيش مع لنا ملي جيت البرنامج هو انتوما اللي خصكم تعشروا معايا انت اللي خصك تعشر معانا قالنا درتي لاباس بحالك اقل منك انا قالك مسرح الحي واش ما يمكنش نشوفوه من بعد ما يمكنش نشوفوا شي تجربه اخرى ديال مسرح الحي مسرح الحي عاش داكشي اللي كتب له الله يعني تعملوا مسرحيات قبل ما نجيو حنايا دارت المدير الجديد دارت شارب عقلو دارت كاري حنكو وشاعت الاقدار اننا نجيو حنايا من بعد درنا العقل والصبوره ديال المرحوم باطمه درنا حسي مسي درنا شرح ملاح درنا حبوت بن
وهذاك العنوان الاخر نعكس علينا حبو تبن، تجمع علينا حبو تبن صافي وفرتكناها، وهذه صوره من حبو تبن. عاودي لنا سي خياري على تجربتك مع المسرح. نرجعوا للمسرح الحي، كاين شي ناس كيتهموك بانك انت اللي فرتكتي الفرقه ديال المسرح الحي. اي ميكانيسيان انا فرتكتها بواطا فيتيس هي. لا كيف قلت لك انا عشت واحد المده الفرقه ديال مسرح الحي، عشت واحد المده اللي كتب لها الله تعيشها، ومن بعد الاخوان ما تفاهموش بيناتهم كيف تفرتكم مجموعه ديال الفرق، لا غنائيه ولا مسرحيه ولا بزاف الحوايج. هذا مكتوب كيوقع دائما بطبيعه الحال، شكون اللي كراه يبقى في شي حاجه وكيعيش منا، علما اننا حنا ما كنديروا والو سوى الفن. يعني ما يمكنش نفرتك واحد الفرقه اللي هي خدام فيها انا وكنقتات منها، بالعكس الفرقه ديالنا هذيك وحنا كلنا كنتاسفوا وباقي لدابا ما فهمناش علاش ديك الفرقه وقفات. الخياري الاقتصاد ديال المغرب كيفاش كيجيك دابا؟ ما نقدرش نجاوبك لان غيبقى راي شخصي ديالي انا، يعني كيف كنشوف انا اقتصاد المغرب ما يمكنش يشوفوا اي واحد من هاد الناس. انت كفنان شكون الدوله اللي كتبان لك اقوى اقتصاديا، الجابون ولا اليابان؟ ما كنعرفش لهذا الشيء انايا، ديما يعني الفن. في نظرك انت عطي احتمال، عطي احتمال. اليابان. اليابان. نشوفوا الناس اشنو قالوا في هذه القضيه ونتلاقاو من بعد. يعني الجابون على حساب عدم النسبه المئويه ديال الناس كثار، يعني اليد العامله عدم دايره اقتصاديه. اليابان الجابون علاش؟ لانه يعني تتقارنوا مع امريكان وداك الشيء نفس اللعيبه. بطبيعه الحال اليابان والجابون راه دوله واحده. الجابون علاش؟ لان عندها اليد العامله بزاف. اليابان بالنسبه لنا كنا سواعي، شو كيجيو عندنا دابا لهنايا داير الحوايج ديالهم وداك الشيء المهم. اليابان ما عرفتش الصين زعما الصناعه. اليابان ولا جابون؟ اليابان هي الجابون. واول قوه اقتصاديه في العالم هي الولايات المتحده الامريكيه من ناحيه الناتج الداخلي الخام ديالها، واليابان راه هي الجابون وراه هي القوه الثانيه. كنظن اليابان. راه اليابان هي الجابون كنظن واقيلا. يمكن الجابون. خياري راه الجابون هي اليابان اخويا. قلتي اليابان. علاش قلت لك؟ قلتي اليابان. قلتي الصين. لا قلت لك الجابون ولا اليابان؟ لا قلتي الصين. معليش الخطأ الصين. الخطأ سي اومان. لا قلتي الصين. تقولني لم ام لم ما لم اقله. لا تقولني ما لم اقله. قول لي سي خياري حبيبي، كنعرف واحد الظاهره، علاش الفنان ملي كيكون افلامه في التلفزيون كيكون بخير وعلى خير، ملي ما كيبقاش في التلفزيون كيبدا ينتقد في التلفازه بزاف؟ وشفنا هذا لوكا درتيها، يعني واحد الوقيته غبرتي على التلفازه وبديتي كتنتقد في الناس وصحاب التلفازه. لا 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 نشرح لك مزيان المساله، وهذه نقطه مهمه جدا. بدا اولا ملي كتدفع واحد المشروع ديالك للتلفزيون وما كيجاوبوكش لا بالرفض ولا بالقبول ولا ببعض الملاحظات، كيبقى فيك الحال. يعني وقعت لي ماشي غير مع القناه، يعني وقعت لي دفعت مشروع ما غاديش نقول فين دفعته. ملي كتدفع مشروع للتلفزيون وكتسناه من بعد 4 شهور ما كيجاوبوك لا بمزيان ولا بخيب، علما اننا حنا ولاد التلفزيون، حنا صوبنا التلفزيون. بحال دابا ملي كتغبر من التلفزيون بالنسبه للجمهور العريض انت ما كاينش. وانا عاد دخلت من جوله في اوروبا، درت المانيا وبلجيكا وهولندا وباريس، يلاه دخلت في اخبار من في اخبار هذوك اللي شافوني. ولكن هذاك الصندوق اللي حنا فيه دابا انا وياك وهاد الناس كيخص الانسان ما يخبرش منه، علما اننا كيف قلت لك قبيله حنا ما كنديروا حتى شي حاجه اخرى من غير الفن. انا كون عندي محلابه ولا جزار ولا 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 ولا, 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 ولا جدارمي وكندير الفن ما غاديش ندفع شي مشروع. مي انا كنعيش من الفن. انا اصغر ممثل جيت في واحد الوقت، دابا الان عندي 36 سنه ديال المهنه. من حقي نبان في التلفزه واحد المده معينه من حقي، ولكن ماشي من حقهم انهم يحبسوا عليا التلفزيون وما ندوش فيه لدرجه انه ولاو الناس يعني زملاء. الزملاء ديالك ولا قلتي زملاء زملاء نيت ديال المهنه كيقول لك راه فلان ما بقاش يدوز في التلفزيون، فلان حلفوا بايمانهم ما يبقاش يدوز في التلفزيون. واش التلفزيون ديال شي واحد؟ التلفزيون قطاع عمومي ندوز فيه انا. كتحس راسك مستهدف؟ دوز فيه انت. لا 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 ما نكبروش الموضوع، انا غير مستهدف. انا كندفع مشاريع ديالي وكنتسنى بحالي بحال الناس. انا ما عندي مشكل لا مع القناه الاولى لا مع الثانيه لا مع ميدي ان تيفي، ما عندي مشكل مع حتى واحد.
شفنا كان خياري بعض المرات كانت في السكيتشات ديالك تنتقد الحكومه وخصوصا سي بن كيران، ماشي غير انت، بزاف ديال الكوميديين ولاو كيستعملوا سي بن كيران والسياسه والحكومه كماده باش يبيعوا. واش ولات على مود هذه القضيه هذه اللي جاي يهضر على السياسه ويضحك على السياسه؟ اسمح لي ندوي معك شويه. انا الا رجعتي للارشيف ديالي ولا لو سبيكتاكل ديالي، لي سبيكتاكل كلهم ديالي كنت كندير فيهم يعني السخريه العادية جدا. بالعكس انا السي عبد الاله بن كيران احترمه جدا واقدره. انا كنتكلم دائما على على على, على, على الوضع المجتمعي، وكنتكلم على على يعني على بلسان الجمهور وبلسان المغاربه كنتكلم وكنتقد عادي جدا. ما عمرني سبيت شي واحد. نعم. نهائيا. ما عمرك ما خفتي ان شي حد يدعيك مثلا يرفع لك دعوه؟ علاش الا كان فيها قذف؟ لا الا كان فيها قذف بطبيعه الحال. انا عمري ما قذفت شي واحد. متاكد؟ متاكد. نشوفوا شي اكستخي سير. يلا. انا ما كانش بن كيران نهار يكون في البرلمان يدير 1000 درهم للدخله، لان كيمحل الفنان في خبارك ملي يكون هو لاعب في البرلمان الجم ما كيلعبش في مسرح مع الخامس، ما كيجي حتى واحد. بن كيران خصو يدير لونتراكت، يدير القليه، يدير بزاف د الحوايج، لان ولا كيدير الضحك في البرلمان. من هنا خديت الفكره ديال حكوميديا، حكومه فيها الضحك فيها الكوميديا، وكنتناول مواضيع حكوميه بطريقه كوميديه، فالوجود موصي حكوميديا. شكون اللي كيضحك اكثر، الجم ولا 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 بن كيران؟ بصراحه شكون كيضحك اكثر؟ كل واحد عنده ستيل ديال الكوميك ديالو، ياك؟ كل واحد عنده شكل. لا بصح بصح. واسي بن كيران راه رئيس حكومه عاوتاني، ما اش قربوا للفن؟ قلتي كيدير 1000 درهم الدخله. من اقل شيء كنت صغير. من اقل. بغيناك تعاودنا شويه على تجربتك في كوميديا، كيفاش تا جراو عليك من البرنامج؟ لا بالعكس، انا اولا ما غاديش ننسى 4 سنين اللي دوزتها مع الاخوان في برنامج، لان بديناه كلنا جميع من النهار الاول. فبطبيعه الحال كتوقع مشاكل واغلبها كتكون ماديه، فواحد الوقت ما تفاهمناش وما اتفقناش وما مشيتش في حالتي وما جراوش عليا، غير ما اتفقناش وما قدرناش نخدموا بواحد يعني بواحد الاتفاق معين. فين زيزي؟ موجود ياسين، موجود. كتلاقى معاه؟ مازال كتشوفو؟ ما كنتلاقاش معاه، نكذبش عليك. دونك قطعتوا العلاقه؟ ما قطعناهاش، غير مشات الكونيكسيون. سرقتوها؟ مشات الكونيكسيون. بالعكس ياسين زيزي، مشكل مادي ياسين زيزي ولا السي محمد رمزي، هادو الناس اللي مدوا لي يدهم واشتغلنا على مشروع ديال برنامج فتي واللي نجح واللي خرج طاقات اللي بامكانها تكون في المستقبل كوميديانات مزيانين. فانا ما غاديش نكون الخير ديال دوك الناس، ما تفهمناش. كيفاش كيجيك الخياري دابا انت النيفو ديال الكوميديا في المغرب؟ واش غادي في تصاعد ولا غادي وكينزل بصراحه؟ لا، الا غادي نناقشوا الكوميديا خصنا نناقشوا لي بيلي ديالها، الرجلين ديالها اللي هما الكوميديين. عندنا واحد الشريحه، عندنا ان بوكي باقه ورد ديال الكوميديين، كل واحد والشكل ديالو. يعني الفكاهه في المغرب ما شادتش غير في السخريه كيف كندير انا، كاين عده انواع الفكاهه اللي ما يمكنش مثلا ننتقدهم او نقولوا ما مزيانينش ولا هذا، بالعكس ان هما كلهم غاديين في واحد الاتجاه مساير مع الحضاره الفنيه لهذا البلد الجميل. الخياري غادي نعطيك صور ديال الفنانين الكوميديين المغاربه وغتعطيني رايك فيهم بكلمه واحده. الغزال، الغزال الفنان الفد، اسم على مسمى. الشاب تمنوا له التوفيق، و لان مشى في الاتجاه ديال محمد ابو صواب الله يرحمه، هذا النوع اخر ديال الفكاهه ديال تقليد الاصوات والعزف على الات وعزف على حويجات، فالله يسهل ليه والله ينور له طريقه. كيف تنورتنا حنا والله يجعلوا يلقى شكون يعاونوا كيف حنا تعاوننا منك الناس. جمال الغزال فنان، ما عندنا ما نقولوا. جواج لو مارياج، جواج هذا وليد من الوليدات اللي اكتشفنا في برنامج كوميديا فنهج الطريق ديالو. الميزه اللي عند جواج هو انه متخلق وكيحشم ويمشي بعيد. تا انا اخويا راه شحال ما خدمت اكثر منك.
كيعجبني هذا الرجل بزاف. مع احتراماتي لجميع الكوميديين، هذا فنان عنده الصفه والهيئه والكاريزم ديال ايموريس ديال بصح. الوحيده اللي كنكسبوا في هذه البلاد السعيده، الله يخليها لنا. وهذا مشكل سي رشيد، هذا مشكل ما عمرنا قدرنا من بعد 30 سنه اننا نلقاو بنت كتعمل ستاند اب. راه مشكل عندنا حنا بوحدها، الله يخليها لنا والله يخليها الوالده. وهذا راه الفرده ديالي، هذا انا راه جوج فردات انا وياه. شحال النمره؟ بجوج كنلبسوا 44 بجوج. في الاول البرنامج هضرت على في السكتش الاول هضرت على تقنين زراعه الحشيش. راه سمعتك كنت كنهرب في خبارك. اشنو داروا؟ علاش انت عزلتي الحشيش حتى الحلقه ديالنا؟ حيت عارفك انت شد انا وياك. قلت لي خياري ديال الشدان، غنشد انا وياك نونسك. حيت قالوا لي ديجا تتبوانتي. لا راه هاد الايامات قال لي مزيان، قال لك لقاو شي زيت في الكيف مزيان للشعر. شنو بان لك انت في هذا القانون؟ بصراحه كفنان شنو بان لك رايك اللي هو في المشروع ديال تقنين زراعه الكيف والحشيش؟ لا تقنين زراعه الكيف فاش من اتجاه، اذا كان في كيف قالوا في الدواء وكيرطب الشعر وكيحيد الكلف مزيان، ولا كاين اللي ضربوه كيتلف. لا عندنا واحد الفقره سميتها اونلاين، هنا غيطلعوا عندك شخصيات معروفه غيبغيو يهضروا معك، ولكن خصك تجاوبهم هما. متفقين؟ نسمعوهم كصوت. صوت وصوره. مرحبا. يلا اونلاين. الا قدرت. وتحيه نهار كبير هذا. صافي سي الخياري، درتي الكريشه وغبرتي علينا، والله يخلف عليك. تفكر نعاب شي خويزه حنيني، واخا تكون بلا دواز حرفك حنين. انا بيني وبينك نخرج لك البارون. هكا البارون سير على الله. ها هي اش جاوب ما يقولهاش ياك. ما يقولهاش. تفكرنا بشي خبيزه. ما يقولهاش. ما كياكلش هو الخبز بعدا كاع، كيدير ريجيم فايد. خياري بابا بغا يهضر معاك سي بن كيران. واش دراسك؟ وتقعد في الجلسه. اسمعني يا سي الخياري، من نهار بديتي كتحسن المستاش ما بقيتيش عاجبني. ابركه من تهريج. واش فاش كيتقاداو ليك كتدق عليا؟ شوف اسيدي، انت فنان خليك في الفن، اجدك للسياسه. انا انسان كنقوم بالدور ديالي كسياسي، اخلوني نخدم. واش فهمتيني ولا لا؟ فهمتك. تسليم تسليم سي بن كيران. تسليم تسليم فهمت ازيدي. زعما بيني وبينك قال لك واش فهمتيني؟ بيني وبينك كتدق عليا كاري ليا. غير يهضر معاك عبد الفتاح جوادي. ما ديوش عليا. عرفتوني ولا ما عرفتونيش، معاكم لبيل البغير راكني بغلي. واسي الخيار تا قول لي تا داك وجهك ولا كفاك؟ هذيك النار قاعد دزتي لي قبل كات كات ماكينه، الله يعطيك صحيحتك، خليتي على الغبره وراك. واسي الخيار بغيت عن طلبك، بغيت الكومبري ندوز بها واحد السواري جاو وردوا لك. اش تجاوبوا؟ فتح ما كلشي ديالو، يجي الدار يدي كوستيم يدي كلشي. كي تيجيك هذا الولد هذا؟ وهذا وليد من الناس اللي الحمد لله، لان كيقول لك زكاه علمك تعليم غيرك، ولكن انا حاشا عبد الله واش علمته، بالعكس انا عاونته. داز عندي في الدوره الاخيره اللي كانت عندي انا في كوميديا اللي عليها غنمشي، وعجبني الشكل ديالو وتعاونت معاه. ولكن كلهم كنقول لهم من هذا المنبر، راه التتويج او النجاح ديالكم في برنامج موسيقي او كوميدي لا يعني انكم نجوم، يعني انكم ممكن تكونوا فنانين. فالغرور لا، والتربيه الحسنه، تبارك الله راه كلهم زوينين كلهم مؤدبين. فكنتمنى لهم انهم يحضروا روسهم ويتعلموا، حيت صناعه النجوم ما شاداش في المغرب. حنا صوبنا راسنا في 36 سنه وباقي لدابا كنتعلموا. في 4 اسابيع في برنامج موسيقي وغنائي